مركز راس الحرب يا كابتن طارق. انا شايف ما فيش غير مروان محسن، لان هو في بس دي مش ما فيش غير هو. لا كوكا موجود طبعا مع احمد علي، وانا احمد علي طبعا بعترف بيه جدا ومن افضل اللعيبه راسات حربه اللي موجودين وكان يستحق، لكن الراجل في طريقه لعبه هو عاوز مروان، لان مروان بيعرف يضغط. خلي بالك مروان اتظلم السنه دي بوجود ازارو ان هو لاعب محترف، هي دي اللي ظلمته. ما بيلعبش حق يعني، جاب 6 أهداف بس قليلين طبعا بالنسبه له في النادي الاهلي، لكن انا شايف هو الاقرب مروان محسن. كابتن طارق مع طارق، مع الكابتن طارق فيها، مروان هو الاقرب للبدايه، خاصه كمان ان 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 الراجل مروان لعب الفتره الاخيره كتير. احمد علي هداف الدوري العام، بس مروان موجود لعب دولي تاني. يعني هو احمد علي ما خدش فرصه حقيقيه، ما لعبش كتير في المنتخب قبل كده، يمكن بقاله فتره كبيره بعيد. انما الاقرب كاحتكاك، بس كابتن في 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 صبغه بتتقال على اللعيبه، الصبغه الدوليه. مش معنى كده ان احمد علي مش دولي، بس مروان لعب كتير لعب الحته دي وخد كتير فيها. وبعدين برضو انا مش مع الناس اللي بتهاجم كتير مجرد هجوم، يعني ما فيش مدرب جه اجنبي او مصري مسك منتخب مصر الا بياخد مروان. في حاجه بيهد في حاجه بيهد في حاجه كويسه. انت شايف ان مروان يعني هو المحطه محطه جيده تارجت، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يخطف جوه 18، بيهد المدافعين، يعني بيفتح لعبد الله وبيفتح لصلاح وبيفتح لتريزيجيه. دي كل ديت حاجه نقطه. طيب.